صباح الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في ألف صحة لنهار اليوم. المشكلة التي تواجه السيدات ولم تعد مرتبطة بالسن هي أن تظهر تجاعيد وخطوط في البشرة. أكيد ذلك سيقلق أي سيدة تسعى للحفاظ على أناقتها وشقتها وجمالها. اليوم لم يعد هذا القلق مقتصرا على النساء فقط، فكم هائل من الرجال يقلقون لظهور التجاعيد والترهلات على بشرتهم. ومن أسباب ظهور التجاعيد عند النساء والرجال نذكر منها تغيرات في هرمونات الجسم. من أكثر العوامل التي تسبب ظهور التجاعيد وتكون هذه التغيرات نتاج لتناول بعض الأدوية أو هي بسبب عوامل نفسية، وأيضا تغير في الجو، فالانتقال من البرودة الشديدة إلى الحرارة والعوامل الكيماوية المنتشرة في الهواء تؤثر سلبا على بشرة الإنسان. وأيضا عامل آخر مساحيق التجميل التي تبقى طويلا على البشرة ليست مستحبة، فهي تجمع كما هائلا من البكتيريا وترهق البشرة وتعرضها للجفاف. وطبعا سوء التغذية والتدخين عاملان أساسيان، عاملان لا يسمح للبشرة بالحصول على البروتينات والدهون وكذا الفيتامينات لبقائها نظرة. كيف نتجنب ظهور التجاعيد؟ وهو السؤال المطروح. نتجنب ظهور التجاعيد بعدة طرق. أولا بشرب الماء كثيرا، فذلك يحافظ على مرونة الجلد، على الأقل لترين في اليوم الواحد. وأيضا الزيوت المملوءة بمضادات الأكسدة ينصح بتدليك الوجه والرقبة بها كل مساء. وينصح أيضا بمادة الريتينول الطبية، فهي تقوي الجلد وتحفز الجسم على إنتاج مادة الكولاجين. وأيضا عامل آخر، علينا الإكثار من الخضار والفواكه، فيها كمية هامة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة. وأيضا المكسرات والأسماك، لأن البشرة مثل ما قلنا محتاجة إلى بروتين وكمية هائلة من الدهون الجيدة. الجديد أن وزارة التجارة وفي تعليمة صدرت أول أمس أي السبت تقضي بمنع صالونات الحلاقة من استعمال الليزر أو الوشم أو أي وسيلة أو منتوج من اختصاص الطبيب الجراح. أكثر تفاصيل مع الزميلة نسيبة شيتور والدكتور والمختص في الجراحة التجميلية الطيب الصدوق، ابقوا في المتابعة. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد. اذا كما تابعنا في العرض مع زميله اسماء زرمان، حديثنا اليوم سيكون حول التجاعيد، ويقال الكثير حول التجاعيد. اسبابها هل هي وراثيه او مع مرور الزمن تتحول الى مشكل كبير جدا، اصبح الرجال يعانون منه اكثر من النساء؟ اكيد تفاصيل اكثر ستكون مع دكتور طيب صدوق. صباح الخير دكتور. شكرا للحضور. وأيضا مع الزميلة أسماء زرمان. صباح الخير أسماء، موضوع مهم جدا. نعم، يهم الرجال والنساء على حد سواء. أكيد. نعم، كما قلت زميلتي نسيبة، صباح الخير مشاهدينا الكرام. دكتور أهلا بك، مرحبا بك. مثل ما قلت، ظهورها يعتبر علامة من علامات تقدم العمر لدى السيدات والرجال على حد سواء. التجاعيد، أصبح اليوم هنالك عمليات تجرى لشد بشرة الوجه والتخلص من تجاعيدها مثل البوتوكس، الليزر وطرق أخرى. ما هي أثارها الجانبية السلبية والإيجابية؟ وأي تقنيات جديدة موجودة في عيادات التجميل بالجزائر؟ والسؤال الأبرز، هل التخلص من التجاعيد عن طريق الدخول إلى العيادة يكون دائما؟ وما يمكن أن يضيفه طب التجميل إلى حياتنا؟ دكتور طيب الصدوق، طبيب مختص في الجراحة التجميلية والترميم، لو تحدثنا في البداية عن البشرة، بشرة الإنسان، مما تتكون؟ تعرفنا البشرة. هي باختصار البشرة تتكون من طبقات، هي أوسع وأكبر عضو في جسم الإنسان. مساحتها تفوت متر ونصف مربع حتى متر وثمانين مربع حسب الجسم. هي دورها أنها تحمي الجسم من من العوامل الخارجية وتكيفه مع المحيط تاعو، وهذه البشرة تتفاعل مع المحيط، طبعا المحيط الخارجي والمحيط الداخلي. اذا تتاثر بالخارجي والداخلي. دونك البشرة هذه عندك اونغو، عندك ليبيدرم الى الدرم، عندك الطبقة السطحية. نعم. اللي هي فيها الخلايا المتجددة. نعم. على وهذه هي الطبقة ربما دكتور اللي ممكن احنا نأثر عليها بالمواطبات او ماشي غير هي. نعم. الطبقة اللي تحتها. نعم. كاين الطبقة اللي تحتها سي ليبودام، هي اللي فيها لا سيركيلاسيون دو سون. نعم. شرايين الدم، لي غلون، معناتها الغدد السطحية تاع باش تخلي البشرة رطبة ودهنية وكذا. نعم. لأن الدهن عنده المزايا تاعو وعنده المساوئ تاعو اللي كيكون مبالغ فيه. نعم. إذن البشرة تتأثر بالعوامل العديدة. نعم. سنأتي إلى العوامل. أوكي. فقط نذكر مشاهدينا الكرام أنهم يمكنهم الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. موضوع العدد، التجعيدة، كيف تحدث التجعيدة؟ متى تظهر التجعيدة؟ أولا حبيت نفرق ما بين التجاعيد والترهل. نعم. التجاعيد هو انكماش وحتى نقولوا انكسار البشرة. الإنسان تبلو حاجة غريبة، كاش العظم يتكسر، ولكن البشرة الثانية تتكسر، جهة فراكتور كوتاني. نعم. ولما تحدث التجاعيد للأسف أنها تكون دائمة. نعم. بالنسبة لي كما ما نديروش عوامل باش نعالجوها ولا باش نكافحوها ولا باش. لكن دكتور، اكثر تجاعيد لاحظوها اليوم وتصبح مزعجه هي تجاعيد لامام العينين او حتى في الجبهه، وخاصه انه يعانيوا منها اصحاب البشره البيضاء. بيضاء خاصه كذلك. كي تهضري على التجاعيد تاع التعابير. نعم. كان لي غيد ديكسبرسيون. نعم. وكان لي غيد ديليوديرمي، معناتها لي غيد تاع تاثير الشمس. نعرفوا باللي الشمس هي مسؤولة عن 80% أكبر عدو للبشرة. آه. هي مسؤولة على 80% من الفيسمون تاع البشرة، من الشيخوخة تاع البشرة. كل ما نحمي روحنا من الشمس كل ما نزيدو في الحياة تاع البشرة باش تكون دوم طموط طوق طويل بصفة يعني. نعم. مليحة وعندها اون بون كاليتي. اذا هذوك التجاعيد ما حول العين وكل شيء، ثاني في هذا الجانب الوراثي، الجانب العائلي. نعم. الانسان يتبسم كما كان يتبسم باباه ولا امه. نعم. يعني كاين طابع وراثي تاع هذاك النوع تاع تعب الوجه، وثاني رد الفعل بالنسبه لهذا الشيء هذا يختلف
من شخص إلى آخر، من عائلة إلى آخر. كان بنت تكون عندها أمها ما كانش عندها تجاعيد، ثانية ممكن ما كانش عندها تجاعيد. هنا نوع البشرة مش كيف كيف. هنا البشرة فيها مواد الإلاستين، الكولاجين، والفيبروبلاست، المواد الأساسية هذوما اللي يخليوها طول بتجعد ولا ما تجعد. تحب نعطوا عليها قبل أن نوصل في الأسباب وتكلمني على ما هو المادة اللي تنقص باش تحدث الوسمو. نستقبلوا اتصال من سوق هباس. إبراهيم صباح الخير. إبراهيم صباح الخير. تفضل إبراهيم، هل عندك تدخل فيما يخص موضوع العدد؟ نعم عندي طفيل صفي عنده بسيريازيس. مش عنده؟ هل صبي كش مكين دواء للصدفية بدل معنا الدكتور صدفية أمامنا؟ نعم شكرا لك إبراهيم. ولو أنه خارج موضوع العدد، خارج الموضوع، ولكن نعم. بسوريازيس هو باش يحدث عن طفل صغير حاجة نادرة، هو يحدث عن إنسان أدولت يعني بالغ. نعم بسوريازيس عنده عامل نفسي بس هو ما لقيناش علاج دائم كذا. كان بعض ممكن المراهم الوضعيه مش نقولوا لوكال، نعم. لوكال المراهم اللي تحسن من هذاك، لكن ما يقضيش عليه ما يقضيش عليه. درك كاين ادويه تاخذ عن طريق الفم لي زونتي ميتوتيك بدهم لي روماتولوج دي فوا يتجاوب معاهم الدوري، خاطر كاين انواع يكون هو ستان روماتيزم يعني. دونك تما كيقضي يتجاوب. نعم وكاين ثاني ادويه اللي قادت ضعفه، ما يلزمش الكورتيكويد باوا لوكال وي مي باوا جينيرال ما يلزمش ياخذوهم. دي فوا خاطر يكالمي بصح من بعد يزيد هيك. دكتور لو تقول لنا مختص في الجلد باش المشاهدين حابين يعرفوا شنو هالماده الموجوده، ماده اساسيه موجوده في بشره الانسان اللي عندما تنقص تتاثر البشره وتحصل التجاعيد. اوكي كاين اولا الاسيد ياليرونيك، نسمعوا كلمه اسيد نحسبوه اسيد حرق، لا هو ماده كيميائيه طبيعيه في جسم الانسان. نعم الاسيد ياليرونيك هو المسؤول سي ليبونج او دو لا بو، سي اون ايبونج او سي ليبونج تشد الماء اللي هي تحت البشره تاع الانسان من الولاده حتى لاخر العمر. كل ما تقدم السن تنقص هذيك الماده هذيك. نعم وحتى موجوده حتى في المفاصل. نعم. هل يمكن تجديدها ب هذيك الاسيد ياليرونيك؟ نعم. في الاول كانت دوريجين انيمال كيما لي زيلون دو روكان لي كريت دو كوك، مي ممنوع باش تستعمل لي فابريكي بار جيني جينيتيك في لابوغاتوار، يعني يقلدوا هذيك التركيبه الكيميائيه تاع هذيك الماده اللي هي طبيعيه في الجسم. وهي وهل المفعول تاعها مؤقت نفسه نفسه مثل الحيوان، ولكن هي عندها هي في جسم الانسان، حتى في جسم الانسان غير دائمه، هي تتجدد شايفه. نعم. مع الوقت وتاثيرات معينه التجديد تاعها هذاك ينقص. نعم. احنا لما نحقنوها في اماكن معينه من الجسم دير المفعول الطبيعي نفسه، ومن المزايا تاعها انها تزول مع الزمن، وهذا الشيء مليح لانه لو كانت تكون ماده تاع بلاستيكيه تاع مبكري اللي هم ممنوعين هذيك ممنوعين. نعم. الان لانها تكون فيها مشاكل من بعد. هذيك الماده هذيك فوليوماتور معناتها تكون تجعيده عميقه تطلعها باش تخليها فقط. دكتور نيو. اسمع قبل ما نستقبل اتصال اخر، الحقن او المواد التي تضاف للقضاء على التجاعيد هل هي دوريه ولا نستعملها مره واحده؟ لا ما كانش حاجه تهم، لا حاجه. نعم. ما كانش حاجه هي دوريه. نعم. كاين مواد ما كانش حاجه دائمه ما كانش. نعم. واحسن. نعم. خاش بكري كانوا يحوسوا. نعم. المواد اللي تطبقها ويشوفوا فيها مشاكل من بعد. نعم لانها مواد غير طبيعيه. نعم اي شيء طبيعي لازم يتجدد. نعم نستقبل. نعم. عفوا اتصال. صباح الخير هدى من العاصمه. صباح الخير انت على المباشر هدى. صباح الخير. صباح الخير عليكم. صباح النور. تفضلي الدكتور ويستمع فيك، عندك انشغال؟ جيت باش نسقسيه اسكو الكابيني تاعو هنا في الجزائر قريب ولا لا؟ نعم تسأل عن العيادة هنا في العاصمة في سعيد حمدين. سعيد حمدين. في سعيد حمدين. وين سعيد حمدين؟ لا سيتي وين اكزاكتو؟ راح نتصلوا بك تحت الهواء هدى، اكيد راح نقدموا لك العنوان ومعلومات عن الدكتور حتى تتواصلي معاه. لديك سؤال الان. شوفي الو نينا نسمع لك. جيت ما باسكو شوفي في جيت حاشاك دروسي وكامل بداني بداوني لي غيد. نعم. بداوك تجاعيد في امام الفم. سن. امام الفم اكزاكتومون. سن سيده هدى، السن تاعك سيده هدى شحال في عمرك؟ 60 سنه. الله يبارك. طبعا الله يبارك فيك يسلمك. نعم نعم شكرا لك. اذا تستمعين الى
الإجابة أكيد دكتور صدوق. قالت أنه قامت بعملية في الفم تركيب أسنان أو شيء من هذا القبيل فتسببت لها به هي تقول هكذا تسببت لها في ظهور تجاعيد أمام الفم وأيضا في الجبهة. ما كانش علاقة. نعم. يربطت. نعم. الإنسان ديما لازم تفسير لازم نعم. يحط حاجة يعني يفهم كوبا سبب نعم. بس كأنه يحس بالذنب لأنه كبر وهو من حقه يكبر مش مشكل. نعم. دركا كاين هضرنا على سيدي ليوني ما كملش قبيلات كاين مواد في الجسم سورتو مع الوقت مع السن هذا هي التركيبات الاساسيه الإيلاستين في بوبلاست الكولاجين الطبيعي. نعم. كاين وسائل باش نعاودو ننميو عمليه انتاج طبيعي من الجسم. نعم. On fait appel au corps, on le réveille par des moyens techniques, par وسائل تقنيه بالليزر بالحقن البلازما بالعلاج الضوئي بالكربوكسيتيرابي يعني حقن ثاني غاز ثاني اكسيد الكربون. نعم. مجال واسع بزاف تحب انت نعم دوك نفصلو فيهم فصلوهم. نعم. قبل ذلك دكتور ما فصلناش في الاسباب وراء ظهور التجاعيد. نعم. عدا الشمس ايه. ما هي الاسباب الاخرى اللي ممكن تؤدي تسرع ربما من ظهور التجاعيد؟ قلنا الوقت اولا الوقت هو عامل السن قلنا عامل المحيط اولها هي السمش بعد كاين الملوثات الطبيعيه كاين الملوثات الطبيعيه احنا يعني نعيشوا في عالم فيه تلوث كذا وتانيك عدم العنايه بالبشره العنايه لازم يكون تنظيف يومي يكون تقشير اسبوعي يكون التقشير علاش هو ان البشره تتجدد كي نفوتوا للسن قلت لك 20 سنه 30 سنه يعني الانسان يبدا يشوف العوامل اللي بدات تظهر فيزيائيا في الاول منذ 10 سنوات avant دونك هذاك التقشير مليح التقشير باش تخلي البشره تتجدد. هنا دكتور ديتني نقطه عفوا في مواقع التواصل الاجتماعي هنالك شابات سيدات وحتى رجال يستعملن وصفات طبيعيه للعنايه بالبشره هل هذه الوصفات الموضوعه عفوا على سطح البشره يمكن ان جزيئاتها تتغلغل وتفيد فعلا البشره؟ طبعا كاين دي غوسيت دو غرانمير باسكو من بكري وقت كليوباترا وقت كذا الاف السنين ديما العنايه بالبشره والجمال وكذا كان من انشغالات الانسان والمراه بصفه خاصه. الوصفات هذه مبنيه على التجربه كاين بعضها مدروسه وكاين منها خبست مواد صيدلانيه اللي هي منتجه عند مخابر عالميه. دركا باش تكون تتغلغل كما لازم بحوث كاين كما دوكا الريبوزوم مثلا الريتينول مثلا الريتينول هي ماده طبيه تدخل في الميتابوليزم تاع الخليه. اذا دكتور انت تنصح المشاهدين لما يتوجهوا للصيدليات يبحثوا عن كريم او مرهم فيه ماده فيتينول بنسبه مرتفعه؟ انا مش ندير دوكا شو بوبليسيتي بول الريتينول هو من بين الامور ماده طبيه نعم ماده لي مارك سون ديفيرونت المهم يحوش على حاجات ذات جوده عالميه. نعم. يحوش على حاجه ثمن ولا كذا. نعم. كاين بحوث تاع مخابر كبار في العالم باش يبدو مواد اللي مدت النتيجه تاعها. وبما دكتور نهضروا على صحيح على هذا الريتينول لانه في التقنيه تاعو كانك حقنتيه لانه سي دو نانو تكنولوجي سي دي ريبوزوم سي دي نانو معناتها جزء من مليار من المتر. نعم. كيما الميكرو جزء من المليون الميلي جزء من الالف لانك يعني قد ما تكون الماده صغيره قد ما تكون فرص الدخول تاعها الوصول للهدف تاعها. نعم. وتقوم بالدور تاعها هذا هو. نعم. بدون ما تحقنها يعني. نعم. نستقبلوا اتصال من سكيكدا. صباح الخير عبد فاطمه من سكيكدا. صباح الخير. صباح الخير اختي سلام فاطمه عليكم. الدكتور يسمع فيك عندك انشغال؟ عندي دي تاش بغون بانوا لي على وجهي. نعم. عندي 60 سنه دي تاش بغون بانوا لي على وجهي وفوق لا ليفغ سوبيريور ديالي. هل كليا مويان استيتيك نحيهم سيدتي فقط هل استعملتي سابق مواد كيميائيه لتطبيب البشره؟ طبعا لي واحد برك نتاع السمش. نعم. اني كون توتال سي تو. نعم هذا ما تضعين. نعم شكرا لك دكتور. شكرا. هل في عمليات او مواد او طريقه مثل الليزر ولا تفيد السيده فاطمه مسكيك ده؟ اولا هذه الامور لازم يكون وقايه كما كان. نعم. من الاحسن تكون ذات وقايه وساعات من بحد الوقايه تعرض خفيف يقدر يمد وسيرتو اذا كان دار ثاني كان غوماج بروفون وانتج عليه ان انفلاماسيون تقدر دي فوا تحدث اون اش بي بي هايبر بيغمونتاسيون بوست انفلاماتوار يكون التهاب يترتب عنه بقع
نعم مش في جميع الحالات كاين نعم. بقعه تجي وحدها من نعم. السمش ربما كتتعرض للشمس حتى تولي بقعه حسب ثانيه حسب انها بلادنا كاين دي فوتوتيب بشره الانسان مقسمه من 1 الى 6 نعم. البشره السوداء هي 6 البشره البيضاء لي روكان سي 1 نعم. الفوتوتيب الجزائري راهو في الكات دابا نعم. معدل الكات يعني حنا نسوم دي مغربيين دي ميديتيرانيان دونك انتر 3 و 4 اذن كاين دي لازر كاين نعم. دي بيلينغ كاين دي تريتمون هكذا اللي يقدروا يقضيوا على الشيء هذا تنحي نهائي. كامل المشكل نهائيا نهائي. نهائي. نستقبلوا انشغال نسيمه من تيبازا. صباح الخير نسيمه. الو صباح الخير. صباح الخير نسيمه، عندك انشغال فيما يخص عدد اليوم التجاعيد؟ اي اختي انا يا عندي فوق حشاك فوق شواربي وتحت شواربي تقول سفره هكا تخرج لي صفر واسقوريه. تعاني سيدة نسيمة من مرض معين؟ لا لا ما يقولوا لي عندك لانيمي هذا ما كان صفورية صفورية نعم تفضل دكتور اسمع فيك صفورية فوق الشارب ولا حول العين؟ فوق الشارب لا فوق شوارب وتحت شوارب شغل الدائرة تاع شوارب حول تحسيها كيما الدهون هكذا هيك شغل صفرة وجهي بيض بصح لتحتك شغل صفورية شوية هكا المكان سيدة نسيمة دهني فيه دهون؟ ايه زيتي شغل زيتي فوالا نعم احنا نعرفوا لي زونتي لازمان سي دي بلاك تاع كوليسترول اللي تكونوا هنا اوتور حول العينين هذوك عندنا لازر ينحيهم ما نقدرش نتخيل مليح واش راهي تحكي لازم نشوف بالصوره باسكو ربما لازم عليك سيدة نسيمة توجهي العيادة الامراض ثانيك كيما تقولوا بوصفير يعني نقولوا نعم ليكتير مثلا مي فوت تشوف لداخل الفم تاعها اذا كان لا ميكوس ثاني هي صفراء هذيك تروح دير تحاليل باسكو يكون صفراء اسفيرال البشره واسفيرال داخل لا ميكوس معناتها الحمض الاحمر تاع الفم وتاع العين تحت نعم دكتور فقط كنا نتكلموا على العنايه قبل ما نستقبلوا ايضا اتصال اخر اتصالات كثيفه تعرفوا النساء يهتموا بالجمال اليوم ربما نعرفوا انه خطا نحن النساء انه حتى تبدا التجاعيد ثم نبدا نحن نبحث عن حلول للتجاعيد للعنايه وما نضعوش واقي الشمس الا في الصيف وايضا ضروري انه في الشتاء في هذا الوقت نضع للشمس ربما تأثير الشمس سيكون أكثر وهو من يسبب بقع السوداء ومن يسبب التجاعيد أنا معك حق طبعا هو الوقاية دائما خير من العلاج واسمح لي دكتور السن اللي ممكن الفتاة تبدأ العناية بها تفوت 20 سنة تهلا في رحالة تهلا كما يقولوا لازم العشرينات هكذا تبدأ دير وقايات دير تنظيف بشرة دير انغوماج خاصة تنظيف البشرة دكتور ربما تنظيف يكون يومي نعم سيرتو المكياج مهما كانت نوعيته مهما كانت يعني لازمش تبات بالمكياج المدة اللي تستحمل فيها البشرة دكتور فقط المكياج نعم المدة اللي تقدر تتحمل فيها البشرة المكياج سي لا جورني هل 6 ساعات أو أكثر من 6 ساعات ما نقدرش نحدد لك بالضبط حسب نوع المكياج حسب سمكك حسب كذا نعم نقولوا لا جورني مثلا تخرج الصباح فحبت نعم. الماكياج نستقبل اتصال اخر اليوم لازم كي تدخل الدار تدي ماكياج نعم. نعم كريمه من عين بنيان صباح الخير كريمه صباح الخير صباح الخير كريمه الدكتور يسمع فيك عندك انشغال انا عندي اختي عندي لي بوش تاع في دائره دائريه نعم لي بوش نعم تحت العينين نعم عندي تجاعيد نعم وسؤالك للطبيب شنو تاعها كنت ندير العسل والبيض والبيض والميدون نعم مليح ولا ماشي مليح السن تاعك سيده كريمه 49 سنه عندها حتى يعني بول التجاعيد وعندي بشره بيضاء نعم دكتور شكرا لك العلاج تاع الجيوب تحت العين هل لازم جراحه ام في طريقه اخرى ممكن السيدات في المنازل تعتني بسبب الجيوب نعم الجيوب هو سي با هو تحس بلي كاين انكسيد كاين زياده في الدهون نعم وفي الحقيقه مش زياده في الدهون هو سي بروبليم دو كونتوني با دو كونتونون معناتها ماشي الدهون اللي زادت هو الحاجز اللي يشدها ارتاهل هذا فيها جانب وراثي فيه جانب ثاني التدخين فيه جانب السهر فيه جانب كذا ولكن هو 80% ولا وراثي هذه واش قالت لاميدون كذا والعسل مليح يزيد ينقص شويه باش يزيد السوتيا مي سافا با سوفي جينيرالمون لازم العمليه العمليه سهله
جرح صغير تحت جفن العيون، بعد 5 أيام بتنحي الخيط وتبرد. الخياطة للداخل يعني ما يقعدش أثر في الخارج. ما تخفش داخل ولا مشي داخل كل مرة، وإن على حسب الحالة. ما يظهرش إنه خاف. ما تظهرش بعد أسبوعين 13 ما كان حتى تأثير. نعم حتى مستقبل. طراز يعني. نعم استقبلوا اتصال جديد. حوية من بوليدة، صباح الخير حوية. صباح الخير. حوية عندك انشغال فيما يخص موضوع العدد التجاعيد؟ نعم أنا عندي 36 سنة. الله يبارك. عندي بدات نهار اللي عندي مع الاول مشاكل لاكني، بعد خلات لي شويه حفر في وجهي، وعندي لي غير بداو يديروا لي لي غير في جبهتي وحول العين. نعم اسكو كاين علاج لهذا المشكل؟ نعم شكرا لك حوريه من نعم شكرا لك حوريه من بوليده. دكتور السيدات تبحثنا غالب الاحيان عن علاج سريع دون تكلفة قليلة وتأثير إيجابي ودائم وكذا. نعم ودائم. إيه طبعا، ولكن كما هضرت على الآثار تاع حب الشباب. نعم تبقى حفر هي دائمة، ولكن لمن نعالجوها كاين لازر نحيها. عندنا متوفر هذا الكومبلكسير حصص من بين حصتين وأربعة، لازم بعد الحصص طبعا تكون وقاية من الشمس باش بكل البشرة لما كما نجرحوها ولكن نحرقوها لازم تعود اكثر تاثر بالشمس وفيها نتيجه ان شاء الله. دكتور لو تفصلنا العلاجات الممكن اللي نوجدوها في عيادات التجميل الخاصه بالتجاعيد اخر التقنيات المتواجده في الجزائر. نعم كان بوغ تريتي لا سيلوليت مثلا كون ديري شفط الدهون ديروه، ولكن ينقص غير الفوليوم بصح لاسبي معناتها شكل البشره ما يتغيرش، لان باش نغيروا شكل البشره كي لازم علاج تاع البشره. عندنا مساعدات طبيبات وكذا فيما يخص التجاعيد. التجاعيد لا سيلوليت دير تجاعيد في الجلد بودورونج كما يقولوا جلد البرتقال. جلد البرتقال اذا مثلا كاين لا كافيتاسيون سي دي زوتراسون معناها ما فيهم حتى خطوره يعني هكذا باش عندهم مفعول تاعهم. كاين تانيك مثلا ما هضرناش على ليغوتور مثلا كي تفزر الحمل شغل ستريتش مارك. ثاني كاين الكاربوكسي ثيرابي حقن ثاني اكسيد الكربون الطبي تحت البشره، لان ثاني اكسيد الكربون هو ماده خاليه والجسم يطرحها ماشي ياخذها، ولكن لما نحطوها في مكان الجسم عنده دي موان دو ديفونس معناتها يحس باللي كاين جسم اللي لازم يدوا لو كونتر كاري دونك يبعث الاكسجين في المكان هذاك ويزيد لا سيركولاسيون. دونك البلاصه هذيك مثلا كيكون دي سيرن بلو يبيضوا كيكون دي فيرجوتور يعني يعاودوا يحياو يعني الكولاجين تاعهم عاود يولي يتكون باسكو هو ضاع الكولاجين باش داو لي فيرجوتور. ونعاونوها بالعلاج الضوئي لا فوتوثيرابي لا ليد. لا ليد سي ان ضوء اللي تستقبلوا الخليه هو بارد ما يديرش سخانه اي واحد يستعمله. دكتور لو تسمح لي لضيق الوقت فقط نتمنوا نتلاقوا في فضاءات اوسع ان شاء الله. جزء آخر نعم سؤال اخير فقط في تقنيه جديده جدا اللي هي الخيوط، هل في هذه التقنيه موجوده في الجزائر باختصار فقط؟ سهله مش حاجه تاع كاينه في الجزائر على مستوى العيادات ولكن هو اختيار اختيار الناس يحبوها. انا شخصيا ما عنديش معها ميول كثير. هما خيوط بكري في الاول كانت خيوط تبقى في الجسم هذه شيء مش مليح، الان كل ما هو يبقى تراجع عليها الطب الحديث لانه فيه مشاكل على طول المدى. هي خيوط كولا تشد عامين تقريبا كما الصناره متى تدخل من فوق تهبط متى ترفد يعني كانها هي العلاج الاقل اللي نستعمله انا اللي ننصح به، لان كاين وسائل اخرى انجع واحسن، لان هذه حاجه ارتيفيسيال متى حاجه طاحت ترفدها برك. واحد كما نقولوا عنده لبسه تاعو طاحت رفتها له ولكن ما درت ما فصلتلوش الكوستيم تاعو يعني شفتي كيفاش. نعم. يعني مثلا احسن منها الدهون شحقنا الدهون تاع الانسان الذاتيه حاجه مخده تكون فارغه تكون مترهله كيما تعود محشيه مليح تبان جديده وترفد لها غير الدهون تاعها مثلا. نعم. دكتور الطيب صدوق مرحبا بك نورتنا نهار اليوم. نتلاقاو باذن الله في فضاءات اوسع. قبل زميلتي نسيبه نختموا نترككم مع فيديو لاهم أو أغرب عمليات التجميل شاهدوه ولا نعوده.
نختم عدد اليوم من ألف صحة. دمتم اليوم